انضم الينا من رام الله مراسل الغد ضياء حوشيه. ضياء، اذا حمله وطنيه تنظم لاسترداد جثامين الشهداء، ضعنا في التفاصيل وما تم تهيئته. نعم ضياء، يعني هذه العائلات الفلسطينية التي أتت ووصلت إلى هنا حتى تهتف وتطالب بتسليم جثامين أبنائها المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يقارب 28 جثمان تم احتجازهم منذ الأول من أكتوبر من عام 2015 حتى هذا اليوم لا زالوا محتجزين. هؤلاء أهالي الشهداء والمؤسسات المعنية فيما يتعلق بالأسرى والشهداء وصلوا هنا للاحتشاد رافعين العلم الفلسطيني ومطالبين ضمن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين والمفقودين للمطالبة بتسليم جثامينهم. نتحدث عن 253 شهيد في مقابر الأرقام الإسرائيلية، بالإضافة إلى 28 كما ذكرت لا زالوا محتجزين. جل هؤلاء يعيشون عزاء دائما باحتجاز إسرائيل لجثامين أبنائهم، لذلك فإن الأوضاع هنا وحالة هؤلاء حالة مأساوية للغاية، لأنهم في كل يوم يعيشون حالة من الحزن وحالة من العذاب لعدم تسليم جثامين أبنائهم. هذه الحملة انطلقت منذ فترة للمطالبة والضغط على السلطات الإسرائيلية حتى يتسنى لهم رؤية أبنائهم ربما للمرة الأخيرة بعد احتجازهم. يوم أمس أيضا كانت ذات الوقفة أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، سلموه رسالة وطالبوه فيها بأن يتم الضغط من خلال مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على إسرائيل حتى يتم تسليم تلك الجثامين. رغم أنها ليست المرة الأولى وليست المرة يعني الأولى التي طالب فيها هؤلاء الأهالي بتسليم جثامينهم، رغم أيضا انتزاع قرار من المؤسسات الحقوقية من خلال المحاكم الإسرائيلية بضرورة التسليم، إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض وتماطل في عملية تسليم جثامين. هناك شهداء لم يتم تسليم جثامينهم منذ حوالي 3 أعوام حتى هذا اليوم لم يرى أبنائهم، وهناك خشية أيضا من هؤلاء الأهالي بأن يتم دفن أبنائهم في مقابر أرقام لا يعرفون بعدها أين ذهب أبنائهم ولن يتمكنوا من وداع أبنائهم للمرة الأخيرة. هذه الوقفة فعليا بدأت من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن ثم تتجه باتجاه مقر أو باتجاه دوار المنارة وسط مدينة رام الله لأن تكون هناك مهرجان خطابي حاشد لي حتى يسمعوا صوتهم وحتى يتمكنوا من رؤية أبنائهم فعليا في يعني لحظاتهم الأخيرة، ومطالباتهم أيضا بأن يعني يتم تفعيل دور السلطة الفلسطينية ودور كافة المؤسسات الرسمية والشعبية للتظاهر والاحتجاج وعلى الصوت. سنتابع ضياء معك المستجدات خلال تغطياتنا الإخبارية المقبلة. ضياء حوشية من رام الله مراسلنا، شكرا جزيلا لك.